ولنقاش ملف استهداف الناشطين في ظل سياسة الإفلات من العقاب الذي تتبناه الحكومة في بغداد، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الناشط في التظاهرات إياد الرومي. أهلا بكم إياد. حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم. شيع متظاهرو البصرة جثمان الشهيد الناشط ريهام يعقوب، وقبلها استهدفت المسيفة انتصار بطلق ناري في البطن في ساحة التحرير. برأيكم كناشطين، من يقف وراء عمليات الاستهداف هذه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحيا الله قناتكم الرائعة المواكبة لما يحدث في ساحات الاحتجاج وفي العراق عموما. حقيقة ما يحدث اليوم هو عمليات تصفية علنية بعلم الحكومة العراقية التي قالت سنمسك زمام الأمور وسنحفظ السلاح بيد الدولة، ولم نرى من الحكومة الحالية اي حقيقه على ارض الواقع، بل هي مكمله للحكومات التي سبقتها 17 سنه من السنين العجاف المره. وهذه الاحزاب التي استهترت وتمادت بإيذاء المواطن العراقي ما زالت تجثم على صدور العراقيين، وهي دعوه لكل الثوار ولكل العراقيين ان يقفوا صفا واحدا ضد هذه الميليشيات المنفلته. لانه اليوم احنا نشوف هذه الميليشيات ما لها رادع. حتى الحكومه حتى الحكومه لما تقول احنا مسيطرين على الوضع وراح يكون اكو حصر للسلاح يعني بيد الدوله، هذا الكلام اعلام فقط، شو اعلامي. يعني ماكو حقيقه على ارض الواقع، بل هنالك قتل وهنالك اختطاف وتعذيب وسجون سريه. لحد الآن الحكومة ولم تحرك ساكنا على الشعب العراقي أن ينتبه لخطورة ما يجده. حكومة بأكملها ما تقدر تطلع مجرم قاتل واحد. نعم، في هذا السياق سيد إياد، كيف يفسر اغتيال الناشطة ريهام على بعد 50 مترا فقط عن مفرزة للقوات الأمنية التي لم تتدخل لحمايتها ومن كان معها؟ هذا الواقع موجود في بغداد، لا نتعجب. قبلها تعرضنا لمحاولة اغتيال انا وصديقي الاخ فيصل يعني ب 2018، وكانت المسافة 200 متر عن دورية الشرطة، وصيف صديقي فيصل على اثرها بطلق ناري. يعني ما يقدر يتدخلون، الموضوع مو بيد الحكومة. يعني اذا تخليني اكمل كلامي عفوا، نفسر هذا الموضوع ان الحكومه ما تقدر تلزم زمام الامور في وزاراتها في مؤسساتها، او هنالك دوله عميقه هي التي تعبت بمقدرات وارواح المواطنين العراقيين. كان المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان قال إن سياسة الإفلات من العقاب هي التي شجعت على تصاعد حوادث الاغتيال هذه، ما مدى صحة ذلك؟ وكأن هنالك اتفاق بين المسؤول والمجرم. يعني ما يمكن أن تكون أنت الخصم والحكم في آن واحد. يعني مدير شرطة البصرة يقال، موضوع الإقالة والاستقالة والاستبعاد بدون ما ياخذ جزاء العادل ويتحاكم أمام الشعب بمحكمة علنية. لحد الآن 17 سنة ما شفنا مسؤول من الفاسدين اللي نهبوا وسرقوا وقتلوا، ما شفنا يتحاسب. إذا الحكومة الموجودة اليوم هي مكملة لحكومة عبد المهدي، حكومة القناصين التي قتلت العراقيين بدم بارد بالقناص وقنابل الغاز المصري للدموع الاكسباير ل 2014، والرصاص الحي والسكاكين. والبارحه الاخت الزميله الناشطه المدنيه انتصار، يعني كنا موجودين في ساحه التحرير تحت النصب الحريه، يعني موجوده انتصار، ولكن بعد ما سوينا وقفه احتجاجيه، بعد يعني ما كل من انتهت الوقفه الاحتجاجيه تعرضت انتصار الى طلق ناري. بعد ما صرحت وتكلمت، والفيديو اعتقد وصلكم او ما وصلكم، ماذا تكلمت انتصار وبعدها انضربت بطلق ناري. نعم،
سيد إياد، باعتبارك تتحدث عن شهادات حية من ساحة التحرير، مثل هذه الأنباء التي تتلقونها عن محاولة اغتيال انتصار أو اغتيال ريهام وغيرهن من الناشطات، هل تخيفكم؟ هل تسكتكم؟ أو يعني تفكر في التراجع عن التظاهر؟ والله يا سيدتي يا أختنا، هذه الأفعال ما تزيد النشامة إلا إصرار وثبات على المبدأ. خلص بعد، إحنا اللي إحنا قلناها قبل ونقولها النوم وخلي يسمعونا إخواننا العراقيين النشامة، إحنا 40 مليون عراقي، خلي يموت من عندنا مليون، خلي يموت من عندنا 5 ملايين، لكن يعيش ال 35 مليون بعز وكرامة أحسن من ما يعيشون ال 40 مليون أذلاء تحت مطرقة الخونة والعملاء. شكرا جزيلا لك إياد الرومي، نشط في تظاهرات بغداد، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، ونسأل لكم الأمن والسلامة.